السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل هاد الدرس. هذا درس بسيط وخفيف والحجم ديالو كيكون صغير، فهو مناسب للخدام اللي تيكونوا الحجم ديالهم صغير وخفاف، خاصة الجلابة الصيفية او القفطان اللي تيكون خفيف ظريف. المهم اول حاجة غادي نديرها وهو ناخد الحرير على 3 ديال الشعرات، اما رقم الابرة فهو 5. اول حاجة تبت الخيط في التوب، ومن بعد غادي نضرب واحد ضريبة في التوب. لاحظوا معايا مزيان، الان رجعت الخيط لتحت وغنرجع نخدم في هذيك الغرزة اللي يلاه درتها. هذه هي الغرزة الاولى، هذه هي الحبكة عفوا، والان رجعت للثوب وغادي ندير غرزة. نهبط دابا الخيط لتحت ونرجع في هذيك الغرزة بحبكة. دابا حاليا انا غادي ندير الحبكة على الطول ديال الثوب اللي انا باغا نخدم فيه، من بعد عاد غادي نبدا هذاك الدرس اللي شفتو معايا في الاول. لاحظوا معايا درت غرزة وخدمت فيها حبكة. دابا رجعت الخيط لفوق وضربنا هاد الضريبه في التوب باش تعطينا غرزه، كنهبط الخيط لتحت ورجع في هذيك الغرزه بحبكه. دابا طلعنا الخيط لفوق ورجعوا للتوب، نديروا غرزه في التوب، نجر الخيط، نهبط دابا الخيط لتحت ورجع في هذيك الغرزه بحبكه. المهم هذه هي الطريقه ديال الحبكه، سهله وبسيطه، فغادي نديروها على الطول ديال التوب اللي نتوما عندكم، سواء كنتو خدامين في الاكمام او لا خدامين في القب، فهذه هي الخدمة. دابا من بعد ما كملت الحبكة غادي نبدا الدرس. هنا بالنسبة للسيدات اللي عندهم جوج ديال الالوان باغين يديروا الدرس بجوج ديال الالوان، ممكن الان انك تدخلي لون اخر تخدمي به، ديري مثلا الحبكة في لون والدرس في لون اخر. المهم هنا كتثبتي الخيط في اول حبكه وكتجاوزي الثانيه وكتخدمي في الثالثه. فغادي نحاول انني ندير واحد القوس او لا واحد نصف دائره اللي تيكون الحجم ديالها صغير، ضروري الحجم يكون صغير. دابا هبطت الخيط لتحت وغنرجع نخدم في اول حبكه خدمت فيها، وغادي نرجع وندير فيها واحد الغرزة. هنا بحال كنضوبلو هذاك القوس اللي عندنا او هاد نصف دائرة، كتضوبليها باش يجي الدرس قاصح وشاد في راسو وما يعواش مع الوقت. الان غادي نحبكو، فلاحظوا معايا رجعت الخيط لتحت وغادي نحبك على هادوك الجوج ديال الاقواس في دقة واحدة. فكندير اول حبكة وهادي تاني حبكة، دائما الخيط لتحت وكنرجع اسفل هاد جوج ديال الاقواس، وغادي ندير لاحظوا معايا مزيان غادي نخدم ثالث حبكه وهادي الرابعه، ودابا غادي نخدم الخامسه ونرجع للسادس حبكه، مازال غادي نستمر سابع حبكة. هنا ضروري انكم تحسبوا عدد الحبكات ويكون العدد مضبوط. فلاحظوا معايا هذه هي الحبكة الثامنة، ونهبط دابا الخيط لتحت ونخدم الحبكة التاسعة. فهاد النصف دائرة كتخدمي فيها 9 ديال الحبكات. دابا غادي نطلع الخيط الفوق وغادي نمشي لهاد الحبكة اللي درناها على التوب. لاحظوا معايا مزيان غنمشي لهذه اللي حداها، فغادي ندير فيها غرزة باش نثبت هاد القوس. والان غادي نخلي الخيط الفوق، لاحظوا معايا نرجع الخيط الفوق وغادي نرجع نحبك، فغادي نحبك فوق هذيك الحبكة التاسعة. المهم فهذه هي اول حبكة، غادي نرجع مرة اخرى الخيط الفوق وندير تاني حبكة، نحاول نجر الخيط ونعاود نخدمو ثالث حبكة
دابا غادي نمشي لرابع حبكة. ودابا لاحظوا معايا غادي نخدم في خامس حبكة. من بعد ما كملت خمسة ديال الحبكات بالضبط غنلاحظوا معايا مزيان دابا شنو غادي ندير. غادي نرجع الخيط في هذا الاتجاه لتحت الجهة ديال التوب وغادي نرجع ندخل الإبرة في هذيك الحبكة الخامسة اللي أنا خدمت وكنلوي الخيط ثلاثة ديال اللويات على الإبرة. من بعد كنجر الإبرة من وسط هاد الحبكة الخامسة وكنحاول أنني ندير هاد الدريس هذا ديال الواحد. المهم الآن غادي نخدمه معاكم بطريقة مختلفة. لاحظوا معايا غادي نهبط الخيط لتحت وهاد الدرس هذا ديال الواحد غادي نرجع فيه لاحظوا معايا في هاد الغرزة هادي وغادي نحبك عليه الحبكة الأولى ورجع مرة واحدة أخرى نهبط الخيط لتحت في نفس البلاصة اللي حبكت فيها هاد الحبكة هادي الأولى غادي نرجع نحبك فيها الحبكة الثانية. لاحظوا معايا مزيان في نفس المكان كديري جوج ديال الحبكات. بطبيعة الحال هنا اللي بغات تدير غرزة واحدة وديرها الدرس ديال الواحد بإمكانكم أنكم تديروها، غير أنا فضلت أنني ندير جوج ديال الحبكات كيعطيو منظر أفضل. ودابا غنرجع نهبط في هذوك الربعة الحبكات اللي بقاو ليا، فهذه الحبكة الأولى وهذه الثانية. لاحظوا معايا دابا غادي نخدم في الحبكة الثالثة وهذه لاحظوا معايا مزيان هذه الحبكة الرابعة. دابا باش يجيني الدرس مقاد ومزيان غادي نزيد حبكة اللي هي الحبكة الخامسة، فغادي نخدمها في هاد النقطة هادي. هادي غير زيادة كتزيديها باش يجيك الدرس مقاد ويبقى واقف في بلاصتو ما يرجعش إعواج، لأنك إلا ما زدتيش هاد الحبكة الخامسة غادي الدرس بحال غادي يتبعك، أنت غادي تكوني غادة وهاداك الدرس غادي مايل معاك. فمن الأفضل أنكم تزيدوا حبكة باش يجي الدرس ثابت وفي بلاصتو ومقاد. المهم إلا مشيتوا بهاد العبار كل شيء غادي يمشي مزيان، واخا تحبكوا تخدموا مثلا بالحرير مبروم غيجيكم كل شيء مزيان. لاحظوا معايا درت أول غرزة وهذه الثاني غرزة على هذيك الحبكة اللي في التوب. دابا كنتجاوز هذيك الحبكة وكنمشي نخدم في الحبكة اللي من موراها وندير هاد القوس هذا ولا هاد نصف دائرة وكنرجع نخدم فوق من هاد الغرزة اللي يلاه درت دابا. فغادي نعاود ندوبل هاد الخيط هذا ولا هاد القوس. دابا غادي نهبط الخيط لتحت ونرجع نحبك على هادوك الجوج ديال الأقواس. كالعادة غادي نحبكو تسعة الحبكات كيف ما درنا في الدرس الأول، فالحبكة الأولى وهذه الثانية ونمشي الثالثة ورابع حبكة الخامسة السادسة السابعة الثامنة وهذه التاسعة. تسعة الحبكات كيف خدمنا الدرس الأول. دابا كنمشي لهاد الحبكة هذه اللي حداها وكندير غرزة باش نقفل على هاد القوس. كتطلعي الخيط الفوق وترجعي تخدمي فوق من هاد الحبكات، واحد لاحظوا معايا اثنان ثلاثة أربعة. ودابا غنمشي لهاد الحبكة الخامسة وغادي نحبسو ونرجعو نهبطو الخيط لتحت. هنا حاولوا تركزوا مزيان، كتهبطي الخيط لتحت وترجعي تخدمي في هذيك الحبكة الخامسة غتدخلي فيها البرا وتلوي الخيط ثلاثة المرات وتجري البرا باش تعطيك هاد الدرس ديال الواحد. دابا غادي نرجع نهبط الخيط لتحت وهذيك كاينه تما واحد الغرزه صغيره كترجعي تحبكي جوج ديال الحبكات، هذه الحبكه الاولى وفي نفس البلاصه
اللي حبكت فيها الحبكه الاولى كنحبك فيها الحبكه الثانيه. اما الان فغادي نهبط مع هذوك الربعه ديال الحبكات اللي بقاو ليا. الحبكه الخامسه خدمنا فيها الدرس ديال الواحد، والحبكه الرابعه غنرجع نهبط عادي، واحد اثنان، ودابا نمشي اللي حداها ثلاثة وأربعة. دابا غادي نزيدو وحدة باش يتقاد لينا الدرس كيف شرحت لكم في الأول. فكتخدموا في هاد البلاصة هادي، لاحظوا حدا الغرزة غتلقاو واحد البلاصة تما يخدموا فيها الحبكة الخامسة، وهذه هي آخر غرزة كنسدو بها على هاد الدرس. ودابا غادي نتكملوا حتى توصلوا للنهايه. المهم انا غادي نزيد واحد شويه غير باش نشوفوا الشكل يكون واضح اكثر. كنتمنى ان هذا الدرس هذا ينال الاعجاب ديالكم، واللي جرباتو تكتب لينا في التعاليق كيفاش جا هذا الدرس. المهم هو درس بسيط وسهل، وهذيك اللي زوين في هذا الدرس ان هذيك الحبكه اللي درت على التوب ممكن انكم ديروا اي قاعده كيف ما كانت وتخدموا فوق منها. هذا الدرس تيجي خفيف ظريف. شكرا لأي واحد شاف هذا الفيديو هذا، شكرا لكم كاملين.